الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التجارة الحالية عن استعادة الشركة العامة للأسواق المركزية أسواقها الخمس من شركة دايكو الإماراتية بعد تلكؤ عمليات التطوير. وقالت مديرة عام الشركة زهرة الكيلاني إنه بعد مناقشات ومخاطبات متكررة قامت بها الشركة مع الهيئة الوطنية للاستثمار، تم سحب الإجازات الاستثمارية الخمس الخاصة بتأهيل وتطوير الأسواق المركزية في بغداد. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز الذي حدث بعد مضي 3 سنوات من إحالتها للاستثمار من قبل مجلس الوزراء الأسبق، ولم يتم المباشرة بأي عمل من الأعمال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك البنايات تقع في مناطق حيوية من محافظة بغداد. أعلنت السفارة الصينية في بغداد تشغيل محطة الكهرباء الجديدة في محافظة البصرة ضمن مشروع الحزام والطريق. وقالت السفارة الصينية إن المشروع يعد أول مشروع محطة كهرباء ممول من الجانب الصيني منذ عام 2003، ويمثل خطوة لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق عن طريق بناء محطة الرميلة لتوليد الطاقة في غرب مدينة بغداد. هذا ويعاني العراقيون منذ 18 عاماً من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وضعف البنية التحتية لها في ظل هدر مالي كبير يقدر بمليارات الدولارات. انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة بالعاصمة العراقية بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149,150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي. وسبق أن سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها يوم الأربعاء الماضي 149,500 دينار عراقي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 149,400 دينار عراقي لكل 100 دولار، والشراء بواقع 149,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. رجحت وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية أن تبلغ نسبة البطالة خلال عام 2021 في لبنان نحو 41.4%، وكانت نسبة البطالة في سوق العمل اللبنانية أغلقت في عام 2020 عند 36.9%، بارتفاع قدر ب 18.5% خلال عام 2019، بينما بلغت في عام 2018 11.3%. وطالت الأزمات المحلية ساعات العمل داخل شركات القطاع الخاص، إذ أظهر تقرير صدر عن البنك الدولي أن 27% من عمالة القطاع ضمن الدوام الكامل تحولت إلى عمل جزئي، و 25% في صفوف الإناث. ارتفعت أسعار النفط العالمية لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.56% إلى 71 دولاراً فاصل 75 سنتاً للبرميل الواحد، وهو أعلى مستوى منذ أيلول عام 2019. وصعد الخام القياسي الدولي بنسبة 1.6%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.57% إلى 69 دولاراً فاصل 22 سنتاً للبرميل الواحد. وتظهر بيانات أوبك بلس أنه بحلول نهاية العام سيصل الطلب على النفط إلى 99.8 مليون برميل يومياً مقابل المعروض من 97 مليون برميل يومياً. ختام الموجز بأمان الله.